يعتبر مشروع بيان للألواح الضوئية استكمالاً لمشاريع وزارة الكهرباء والماء التي تسعى لتنفيذها في إطار الاستفادة من الطاقة البديلة في دولة الكويت كمصدر آخر للطاقة وللحفاظ على البيئة معاً. مشروع تجريبي يهدف إلى إجراء البحوث والدراسات. هذا المشروع مثل ما نشوف احتوي على عدة خلايا شمسية متنوعة بتقنيات مختلفة، والهدف منه هو تجربتها على أرض الواقع وأخذ القراءات ومعرفة أيه الأنسب التي تتوافق مع الجو والحرارة والشمس في دولة الكويت. هذا إحدى المشاريع، وعندنا مشاريع أخرى أيضا في 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 الخطة وفي الطريق، وإن شاء الله يعني نتوقع أن ترى النور عن قريب إن شاء الله. هذا المشروع يقع على مساحة 2000 متر مربع، ومن خلال 492 لوحا ضوئيا يعمل لإنتاج ما يقدر ب 120 كيلو وات ساعة. المشروع هذا كان بداية الحقيقة تعاون بيننا احنا يعني بالكويت وبين الحكومة الكورية، ممثلة في شركة احدى الشركات الكورية الكبرى ووكيل محلي موجود في الكويت. الحقيقة طلبوا منا يعني ان نوفر لهم الموقع بداية، وفرنا لهم الموقع وبعض الخبرات اللي عندنا يعني، وكوادر الحمد لله يعني كانت اغلبها كوادر كويتية. فهناك مجموعة من الالواح تنتج 30 كيلوات عبارة عن الواح التقليدية وهي دارجة بالاسواق المحلية، بينما ثلاث مجموعات اخرى خاصة ب 90 كيلوات هي مناسبة وخاصة بالأجواء الصحراوية، حيث أن لديها واجهة زجاجية وخلفية زجاجية بما يجعلها تتحمل درجة حرارة أعلى من الألواح التقليدية بمعدل 10 درجات مئوية، ولديها كفاءة إنتاج تعادل 5% أعلى من كفاءة إنتاج الألواح التقليدية. الطاقة المنتجة من المشروع حتى هذا التاريخ تقدر تقريبا ب 103 ميجاوات ساعة، وهو يعمل وفق نوعين من الألواح للمقارنة في كيفية أداء الإنتاج على المدى الطويل. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.